لما الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول احنا في حاجة الى مواجهة فكرية للإرهاب، مش دي معناها غياب المثقفين؟ ده اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي. مين؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي قال ان احنا في حاجة الى مواجهة فكرية. انا بكمل. انا بقول لك يترتب على هذا، انا بقول لك بستنتج يبقى في غياب المثقفين، يبقى راحوا فين؟ تجيبهم منين؟ هو ده السؤال. وانا في وقت نظام مبارك كان مثقفين بيقولوا عليا انا عندي فوبيا اخوانيه. معناها ايه؟ هم مستنكرين ان حضرتك ضد الاخوان. ان هم مستنكرين. ايوه يعني شيء فظيع انه ابقى انا عندي فوبيا اخوانيه. ولا في معنى اخر؟ من هو المثقف؟ لازم نحدده. المثقف هو الذي يكون على وعي بضرورة تغيير الوضع القائم إذا دخل الوضع القائم في أزمة. إذا تخلى المثقف عن هذا الوعي يبقى خائن لوظيفته. ده المعنى الحقيقي للعبارة اللي أنا قلتها إن المثقفين خونة، مش في الإطار السياسي، في الإطار الثقافي. الآن هو تخلى عن وظيفته. الآن اللي هي إيه؟ إن هو ترك الإخوان المسلمين يدخلوا المجتمع في أزمة دون أن ينقذوه. طب عملوا ايه المثقفين؟ تحالفوا مع الاخوان. امتى تحالفوا مع الاخوان؟ المثقفين صاروا ضد الاخوان. ايام مبارك. بلا استثناء. وهقول لك الدليل. مش هو نظام مبارك قال دي محظورة؟ لكن كان بيتقال على الاخوان انها المحظوظة. ليه؟ في عهد مبارك مش وصلوا إلى 88 عضو في البرلمان؟ مش ده بالاتفاق السري؟ نمرة 2، مش المعروف أن مبارك أصدر قرار بإيقاف تغلغل الإخوان في الانتخابات وأنه يقف العدد عن 88؟ كان ممكن يوصلوا أكثر من 88. وفي حوار مشهور اتعمل معايا وعملته الأستاذة لميس الحديدي، قالت لي افرض في انتخابات حرة الإخوان نسبتهم تبقى ايه؟ قلت لها يكتسحوا. قالت لي انت بتبالغ. قلت لها مش ببالغ، هكررها لك، يكتسحوا. وفعلا مش هم اكتسحوا بعد 25 يناير فعلا؟ بعد 25، مش هم 28 خدوا المنصة بعد 3 أيام من 25؟ فإذن إذا كان الحادث أن الإخوان يصلوا إلى هذه الهيمنة، يبقى المثقفين مؤيدين للإخوان لحد دلوقتي ولا؟ اسمع، بقول لحضرتك لحد دلوقتي ولا يعني بعد الأحداث لغاية الآن؟ أيوة لغاية الآن.